وللمزيد ينضم إلينا مراسل التلفزيون المصري أحمد الحسيني. يعني أحمد، ضعنا في صورة الأجواء لديك بشأن البيان الختامي لأولى جلسات الحوار الوطني بالأكاديمية الوطنية للتدريب. نعم، بالفعل يعني بشكل إجمالي الحوار الوطني منذ انطلاقه بعد ظهر اليوم كان حوار في يومه الأول يسوده الروح الإيجابية كما وصفها الأستاذ ضياء رشوان المنسق العام للحوار الوطني. الآن وبعد انتهاء المؤتمر الصحفي الذي عقده السيد ضياء رشوان، يستعد أعضاء مجلس أمناء الحوار الوطني لمغادرة الهيئة الوطنية للتدريب، وعددهم 19 عضوا. وكانت الهيئة الوطنية للتدريب قد استضافت فعاليات الحوار الوطني منذ الإعلان عنه في 26 من أبريل الماضي، وكان أيضا هناك زيارات لعدد من الأحزاب وصل إلى 25 حزبا على مدار الفترة الماضية. انطلقت فعاليات الحوار الوطني في أولى جلساتها اليوم بعد ظهر اليوم بجلسة افتتاحية استمرت حوالي الساعة والساعة ونصف، تابعها بعد ذلك جلسة مطولة لأعضاء مجلس أمناء الحوار الوطني، والذي كما ذكر أيضا الأستاذ ضياء رشوان في مؤتمرية الصحفي تم الإعلان عن إصدار وثيقة أولى وهي لائحة منظمة لعمل مجلس الحوار الوطني. وذكر أيضا أنه كان قد تقدم بمشروع قانون لها وتم تعديل هذا المشروع. وذكر أيضا في خلال تصريحاته في المؤتمر الصحفي أن كافة التعديلات التي تمت على إصدار هذه الوثيقة كانت تنم وتعبر عن الموضوعية وتوافق بين المجتمعين في أولى جلسات الحوار الوطني. هذا بالإضافة أيضا إلى إصدار مدونة السلوك والأخلاق والتي كانت أيضا تتسم فيها بالكثير من البنود المتعلقة بهذا الأمر. نقطة أخرى أيضا أتحدث فيها أن الحوار الوطني، وكما ذكر المستشار محمود فوزي رئيس مجلس الأمانة الفنية للحوار الوطني، عرض خلال الجلسة الافتتاحية اليوم لجهود الأمانة الفنية خلال الفترة الماضية، وتحدث عن تدشين موقع إلكتروني خصيصا لهذا الحوار الوطني. هذا الموقع الإلكتروني استقبل أكثر من 96 ألف مسجل من مختلف محافظات الجمهورية. هذا بالإضافة أن الحوار الوطني والأمانة الفنية للحوار الوطني قامت بإرسال 500 دعوة لمختلف القوى السياسية. وأيضا أشير إلى النقطة المهمة التي أعلن فيها الأستاذ ضياء رشوان منسق الحوار الوطني خلال المؤتمر الصحفي منذ دقائق، أن كل مصري وكل كيان سياسي له الحق في المشاركة في هذا الحوار الوطني، باستثناء طبعا كل من شارك في عنف أو ساهم فيه بأي شكل من الأشكال، أو كل من يرفض دستور مصر 2014. نحن الآن في انتظار السادة أعضاء مجلس أمناء الحوار الوطني لالتقاط صورة تذكارية في نهاية اليوم الأول. سوف يقوم بالتقاط صورة تذكارية هنا من خلفي، وبعد ذلك يبدأون في مغادرة مقر الأكاديمية الوطنية التي يكتب لها التاريخ أنه في يوم 5 يوليو من عام 2022 استقبلت واحتضنت فعاليات هذا الحوار الوطني. طيب أحمد، يعني هل لك أن ترصد لنا ردود الأفعال من المشاركين بالتحدث معهم أو آرائهم من خلال، يعني اتكلمت معهم مثلا؟ نعم، يعني دعيني في بداية أتحدث عن أن كان هناك وسائل إعلام أجنبية كثيرة مشاركة في المؤتمر الصحفي، وتحدثت مع وسائل الإعلام الأجنبية والمراسلين الأجانب والذين أعربوا عن إعجابهم الشديد بهذا الحوار الوطني وأيضا ما خرج عنه من وثيقتين. هذا بالإضافة أن الأستاذ ضياء رشوان قام بالإجابة على كثير من تساؤلات الصحفيين الأجانب ومراسلي القنوات الفضائية سواء المحلية أو الأجنبية، وأشرت إلى أن كان هناك عدد كبير من الصحفيين ووسائل الإعلام الأجنبية التي حضرت وغطت فعاليات هذا الحوار الوطني منذ بداية يومه الأول. أما ردود الأفعال فتحدثت أيضا مع عدد من المشاركين في الحوار الوطني، وكان من بينها الدكتورة فاطمة خفاجي، والتي أيضا أعربت عن استحسانها عن الحوار الوطني وما كان يدور داخل الجلسات من
نقاشات كانت أيضا تعبر عن توافق مجتمعي، وأن هناك ثلاث ملفات يتم مناقشتها خلال هذا الحوار الوطني. هناك ملف سياسي وملف مجتمعي وملف اقتصادي تتباحث وتتناقش في مختلف القوى السياسية خلال مشاركتها في فعاليات الحوار الوطني. مراسل التلفزيون المصري أحمد الحسيني، شكرا جزيلا لك.